بلد الشيخ إحدى القرى الفلسطينية التي تم تهجير أهلها قسرى إثر الاحتلال الصهيوني لفلسطين عام 1948، وقد كانت ثاني أكبر القرى في قضاء حيفا بعد الطيرة، وسميت بلد الشيخ نسبة إلى الشيخ السهلي الصوفي الذي منحه السلطان العثماني سليم الأول جباية القرية. كان أغلب أهالي القرية يعملون في الزراعة وتربية المواشي، فيما عمل بعضهم في مصانع في حيفا. تشير الوثائق والخرائط والشهادات إلى موقع هذه القرية الاستراتيجي في فلسطين وعدد سكانها ومكانتها الاقتصادية، إذ استقر بها مئات العمال من جميع أنحاء فلسطين، وكان فيها محطات للقطار والحافلات تربطها بالمدن المركزية في شمال فلسطين. قبيل الاحتلال الصهيوني تعرضت القرية كغيرها من القرى الفلسطينية لمجازر دموية وجرائم إبادة وحشية على يد عصابات الهجن الصهيونية. فقبل سنة من النكبة، وفي 31 من ديسمبر عام 1947، حدثت المجزرة المريعة ردا على حادثة مصفات بترول حيفا، فقد ثار العمال العرب على الصهيونيين العاملين في الشركة بعد أن ألقى مجرمون من عصابة الأراغون الصهيونية قنبلة على عمال فلسطينيين كانوا يتجمعون على باب مصفات النفط، فاستشهد منهم 15 عاملا وجرح 42 آخرون. وكرد فعل على الجريمة، قتل العمال الفلسطينيون عمالا صهيونيين في مصانع مصفات النفط، بلغ عددهم 41 قتيلا. كان قسم كبير من العمال العرب في المصفات يقطنون بقريتي بلد الشيخ وحواسة الواقعتين جنوب شرقي حيفا، فخططت العصابة الصهيونية لمهاجمة بلد الشيخ وحواسة انتقاما لقتلاهم في المصفاة. وبعد أسبوع من الحادثة نفذوا مخططهم الإجرامي، فهجموا بعد منتصف الليل بقوة تتكون من 200 مسلح قدموا من التلال الواقعة جنوبي بلد الشيخ، وركزوا هجومهم على أطراف قريتي بلد الشيخ وحواسة، ولم يكن للعرب آنذاك ما يكفي من السلاح، واقتصر تأمين القرية على وجود بعض الحراس في الشوارع. فاجأت العصابة الصهيونية البيوت النائية الهادئة في أطراف القرية وقذفوها بالقنابل اليدوية، ودخلوا على السكان النائمين مطلقين نيران رشاشاتهم بشكل عشوائي لا يرحم. استمرت المجزرة ساعة قبل أن ينسحب المجرمون بعد مهاجمة 10 منازل وقتل 60 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال وإصابة العشرات بجروح. ولم تكتفي العصابات الصهيونية بارتكاب هذه المجزرة البشعة، ففي 7 من كانون الثاني عام 1949 أخليت قرية بلد الشيخ، وتم احتلالها في 22 إبريل من العام نفسه مع مدينة حيفا، بعد أن هددت عصابة الهجن سكان القرية بإبادتهم إن لم يسلموا أسلحتهم. فقام الأهالي بتسليم 22 بندقية وطلبوا هدنة، إلا أن مجرمي الهجن رفضوا ذلك وطالبوا بتسليم بقية الأسلحة. وفي 5 صباحا فتحت النيران على القرية وتم قصفها بمدافع الهاون، فقامت القوات البريطانية بإخلائها، وغادر من تبقى من السكان العزل إلى مدينة عكا مذعورين. استوطن الصهيونيون القرية وأطلقوا عليها اسم تل حنان، وهي الآن جزء من مستعمرة نيشر الصهيونية.